السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبنا المشتركين معنا في القناة، حبيبنا جوه مصر، حبيبنا بره مصر، إن وحبكم جميعا في الله. الحمام والشتاء، موضوع حلقتنا النهاردة إزاي نهتم بحمامنا في الشتاء. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. في السكن في غية، زي ما حضراتكم شايفين الغية بتاعتي النطرة نطرت كذا يوم، بس طبعا عشان الأرضية خشب فالخشب ما بيحتفظش بالمية، كل المية بتنزل تحت، والعيون زي ما حضراتكم شايفين اهي العيون ناشفه وزي الفل. ليه؟ عشان انا حاطط من فوق بانر، زي ما حضراتكم شايفين كده من فوق، ده اسمه بانر اللي هو المشمع اللي بيمنع تساقط الميه او بيمنع نزول الميه. ده طبعا حاطه داير ما يدور حوالين العرق بتاع الغيه، حوالين الظهر بتاع الغيه من فوق، حاطط البانر ده بحيث ان الميه ما تنزلش على العيون خالص. اما الارضيه زي ما حضراتكم شايفين كده كده فوقيها سايب اهو، والمطرة بتنزل هنا والخشب بيصفي المية لتحت، فما بيبقاش فيه برك مية خالص للحمام، لان دي ارضية خشب. تمام، الخشب ما بيحتفظش بالمية زي ما احنا متفقين. الاكل زي ما حضراتكم شايفين كده انا حاطط الاكل تحت العيون، وكمان بدأت اخشن لهم. انا اصلا باكل علف، بس اليومين دول بدأت احط لهم مع العلف شوية فول، شوية ذرة صفراء. ليه؟ اخشن الكلفة. الكلفة لما بتتخشن عشان الحمام يتدفى، الحمام في الشتاء محتاج كلفة خشنة، فلازم بنركز قوي في حتة الكلفة الخشنة دي في الشتاء بالذات علشان الحمام يدفي نفسه. الاكل بيدفي الحمام. تمام، الاكل بيتحط تحت ايه؟ تحت المكسح، تحت اي عيون كده يكون فيها مسافه طويله زي دي كده، بحط ايه؟ الساق بتاع الاكل، عشان المطره لو نزلت ما بتنزلش في الساق خالص، يبقى كده الاكل الحمام بياكل زي الفل. والميه كده كده مش فارقه معايا، كده كده الميه اصلا الميه لو نزلت تحت المطر ما بتنزلش في الميه ديت، لان السقايه ديت معموله بطريقه حلوه كده هندسيه كده، بحيث ان هي بتحافظ على الميه اللي جواها، بتحافظ عليه من الزبله بتاعت الحمام، من الفضلات، بتحافظ عليه من اي مطر نازل ما بينزلش خالص في الميه. تمام، ده كده نظام الغيه بتاعتي بفضل الله في الشتاء زي الفل. طيب بالنسبة للهواء والساعة، بالنسبة للهواء والساعة الغية هنا فيها أربع أجناب، ده الجنب الشرقي مفتوح، الجنب القبلي مفتوح، الجنب الغربي اللي هو ورا السلكات الحديد دوت مقفول تماما بأبلكاش وكونتر، مقفول تماما ما بيدخلش أي حاجة. الجنب الخلفي اللي هو الجنب البحري ده مقفول تماما زي ما حضراتكم شايفين كده، مقفول بكونتر ومقفول بمشمع. اهم حاجه، اهم جنبين يدخلوا سم مش هوا، سم على الحمام او الطيور، الجنب البحري والجنب الغربي، الاثنين دول بينزلوا بيدخلوا هوا ساقع جدا جدا، اكنك فاتح ديب فريزر، درجه الحراره بتبقى منخفضه جدا جدا في الهوا اللي جاي من الجنبين دول، وبيؤدي لالتهاب رئوي للحمام مباشره. فاهم حاجه، اي حد عنده غيه او عنده عشه فوق السطح لازم يقفل الجنبين، الجنب البحري والجنب الغربي، ده ضروري جدا جدا ومهم جدا 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 في فصل الشتاء. وبالنسبه للارضيه يفضل ان هي تبقى خشب، يعني الناس اللي عامله الغيه بتاعتها على السقف مباشره، على البلاطه بتاعت السقف، على الخرسانه مباشره، لازم يتصرف علشان حته الميه دي، يا اما يعمل ميول، يعني لو جاب له مثلا نص شكاره اسمنت وشكاره رمله وعمل في الارضيه ميول بحيث ان الميه لما تيجي تنزل تطلع بره خالص، بره الغيه ما تعملش بركه في الغيه، يبقى ممتاز جدا. وبالنسبه للناس اللي عندها امكانيات وعندها خشب، يا ريت ترفع الغيه بتاعتها شويه وتعمل ارضيه خشب للغيه، علشان الخشب ما بيحتفظش بالميه. تمام كده، تحافظ على حمامك في الشتاء وزي الفل. في بعض كمان في مراحل متقدمة، يعني مثلا في شهر واحد كده أو شهر اتنين الجو بيبقى ساعة تلج، بصرف النظر عن المطر بس الجو بيبقى ساعة تلج، فأنا بعمل إيه؟ بجيب بانر أروح مغطي كمان الأمراية، الأمراية اللي حضراتكم شايفينها دي دلوقتي اللي باين قدام حضراتكم في الصورة دي، أنا بغطيها ببانر في شهر واحد أو شهر اتنين. ليه؟ لأن بيبقى درجة الحرارة منخفضة جدا، والحمام هو صحيح إن الحمام بيستحمل درجة الحرارة المنخفضة وبيستحمل درجة الحرارة العالية، بس وربما يكون في زغليل، يكون مثلا في اهالي بتاكل ولا حاجه، فانا وانا مغطي ديت ببانر بامن على حمامي وما بيخليهوش ينزل للمستوى الادنى من درجه الحراره. تمام، ده كده كان موضوعنا عن الغيه وموضوع تقفيل الغيه ازاي. طيب هنخش بقى في الموضوع الثاني، لو انت عايز تنقل حمام في الشتاء او عايز تنزل السوق بحمامك في الشتاء، اهم حاجتين لازم تعملهم. الحمام في الشتاء لازم ما يتعرضش لتيارات هواء، يعني انت لو هتاخد الحمام بتاعك في شياله وهتنزل بالسوق، يبقى لازم تعمل حبه حاجات كده بسيطه عشان تحافظ على حمامك من برد الشتاء وهواء الشتاء السائل. اول حاجه هتعمل كسوه للشياله بتاعتك، الكسوه ديت عباره عن حته قماشه هتفصلها بحيث ان هي تركب على الشياله اللي انت بتشيل بيها الحمام،
وتكون مغطياها من الجناب كلها طبعا، والارضيه مفروشه من تحت باي حته كونتر او اي حته موكيتا او اي حته قماشه تحت في السلاكه، بحيث انت تاخد الحمام تحطه في السلاكه بتاعتك، روح مغطي الحمام بتاعتك بالفرشه او الجراب اللي انت عامله من القماش. كده انت منعت التيار الهواء عليه، وفي نفس الوقت الحمام بيتنفس بسهوله. كده لما تاخد الحمام بتاعك من عشتك اللي هي زي الفل واللي انت مأمنها، الحمام زي الفل، هتاخده تحطه في السلاكه بتاعتك، هتروح تروح بيه السوق او تروح بيه عند صاحبك او اي مكان ايا كان هتروح فين، يبقى الحمام بعيد خالص عن تيار الهواء السائع. وكمان لو انت ركبت بيه مواصلات يبقى انت كده ما اذيتش حد من الميكروباص اللي انت راكبه او الاتوبيس اللي انت راكبه، ما اذيتش بيه حد، لان الحمام لو هو في السلاكه بساعات بيضرب في بعضه فبيطلع ريش ناعم كده، ده بيضايق الناس اللي موجوده حواليك في المواصلات العامه. فالافضل اللي انت تعمل الجراب ده، هيحميهم من تيارات الهواء الساقعه، وفي نفس الوقت هيحمي الناس اللي راكبه جنبك في المواصلات من اي حاجه تاذيهم من الحمام، سواء بقى ريحه سواء ريش رفيع طاير. تمام، يبقى انت كده حافظت على حمامك وفي نفس الوقت حافظت على الناس اللي معاك في المواصلات. تمام. طيب هنروح بيه السوق، هنقف في حته كده دافيه ما يكونش فيها حته ملطش هوا، نرفع الغرف بتاعنا او الكيس بتاعنا اللي احنا مغطيين بيه السلاكه، نبدا نعرض الحمام بتاعنا بما يرضي الله، ونفصح عن اي حاجه فيه للناس، واي حد يجي يشتري حاجه والله الحمام ده عيوبه كذا ميزاته كذا انا طالب في كذا بما يرضي الله، والله في نيه خير وهيشتري هيشتري، والله في نيه كده لا يفتح الله بين الشاري والبايع يفتح الله، بس اهم حاجه ما تغشش حد، واهم حاجه تقول سعر بما يرضي الله عشان غيرك يربي كويس. تمام كده خلصنا من موضوع البيع في السوق ونقل الحمام من حته لحته. الحته الثانيه، لو انت هتبيع حمام مباشره لواحد صديق هيجي ياخده منك، يفضل لو انت من الناس ذو الخبره او انت عندك خبره، يفضل اللي انت بتديه مع الحمام اللي انت بتدهوله يعني كوقايه كده، تديله مضاد حيوي. المضاد الحيوي ده عباره عن ايه؟ اي مضاد حيوي تنفسي، اللي هو اي مضاد حيوي تنفسي المفروض اللي ياخد منك الحمام ياخد منك الحمام. الحمد لله الحمام سليم وزي الفل، بس ياخده وبعد ما ياخده عنده في البيت يديله 3 ايام مضاد حيوي تنفسي. طب ليه المضاد الحيوي؟ طبعا احنا في جو شتاء، وكل منطقه او كل بيت او كل غيه مختلفه عن الغيه الثانيه في الجو بتاعها وفي البيئه المحيطه بيها، فهو بيامن نفسه وبيحصن الحمام بتاعه وبيديله 3 ايام مضاد حيوي خوفا من دخول اي لطشه برد على الحمام يجيب له التهاب رئوي. تمام، ده اسمه تحصين نقل علشان خاطر الحمامه ما تعياش عند صاحبها الجديد. حضرتك المفروض هتقول له كده، ولو حضرتك متيسر معاك الدنيا وعندك مضادات حيويه انت شغال بيها، يفضل ان انت تدي له جزء بسيط على قد الحمام اللي هو خده كوقايه 3 ايام علشان يحمي حمامه وعشان يقول لك الله يبارك لك بظهر الغيب. تمام، ده كده خدنا الحمد لله بفضل الله التعليمات بتاعت الشتاء وكل حاجة. طيب ناقص معلومات بس صغيرة كده خفيفة هنقولها على السريع عشان الفيديو ما يطولش على حضراتكم. استعمالات الحمام بالنسبة للمية، لازم في حبة حاجات كده بنبدأ نضيفها في الشتاء علشان نحافظ على صحة الحمام وعشان نحافظ عليه من نزلات البرد. الحاجات الطبيعية اللي احنا ممكن نحطها الليمون، الثوم، البصل، الحاجات دي جميلة جدا جدا، ولما تيجي تحطها في المية بالطريقة الشعبية اللي احنا بنعملها عادي بتجيب نتيجه كويسه. هي طبعا ما بتجيبش نتيجه مع الامراض بشكل مباشر، بس هي كناحيه وقائيه جميله جدا جدا. هنجيب فصين توم وهنجيب بصلايه وسط ونضرب الاثنين دول في الخلاط. تمام، ونجيب لتر ميه هنسخنه على البوتاجاز عشان نخليه ميه فتره، وبعد ما ننزله وهو بيغلي كده، بعد ما ننزله نروح حاطين عليه الخليط بتاع التوم والبصل بعد ما ضربناه في الخلاط، ونسيبه لحد ما يبرد خالص، وبعد كده نروح جايين مصفينه من الشوائب بتاعت الثوم والبصل، وبعد كده نروح جايبين ليمونه كبيره حلوه كده نروح عصرينها على اللتر ده. كده عندك اصبح اللتر ده عباره عن خليط الثوم وخليط البصل وعليه عصره الليمونه والميه معاك بارده. ساعتها تبدا تضيف من الميه دي على ميه الشرب للحمام كلها وللطيور كلها، طبعا بمقادير معينه بحيث ان اللي انت عامله ده ما يبقاش كتير قوي او مخلي طعم الميه لاذع او بكتوم، عشان ممكن يعمل التهابات للطائر او الحمام او العصافير او ايا كان الطير. فانت بتخفه بنسبه يعني مثلا اللتر ده ممكن يتحط على 10 لتر ميه، اللتر اللي انت عملته ده يتحط على 10 لتر ميه، هتبقى دي بنسبه كويسه جدا وفي نفس الوقت الحمام هيستفيد. طب نعمل الحكايه دي قد ايه في الشتاء؟ ممكن نعملها
مرة كل أسبوع، ممكن مرتين في الشهر، زي الفل، ممتازة جدا. في بعض الخلطات تاني ينفع نحطها، ينفع برضو لو جبنا جنزبيل وحطينا عليه شوية قرفة، ده ممتاز جدا جدا. الجنزبيل والقرفة من الحاجات الحارقة للدهون، وفي نفس الوقت بتسخن الجسم. لو احنا حطينا معلقة صغيرة من خليط من ده على ده على كوبايه شاي، اكنك بتعمل كوبايه شاي كشري كده، وبعد كده بعد ما تبرد روح ماسكها، روح مفضيها على المزقه بتاعه الميه للحمام كله، للجميع كله. وبعد كده بتوزع بقى، اذا كانت سلكات بتوزع على الميه كلها، او اذا كانت سلكات وعاملاها مزق اوتوماتيك بتحط على الجرده. تبقى الميه بتنزل بالقرفه والجنزبيل زي الفل، وبتعمل حمايه وبتعمل تنظيف للمجرى المريء والمعده، وفي نفس الوقت بتسخن الطائر عشان جو الشتاء. تمام. طيب في حاجه تانية طبيعيه عشان يبقى قفلنا كل حاجه، في طبعا العسل الاسود. العسل الاسود مفيد جدا جدا في فصل الشتاء، وممكن برضو نستعمله، بنحطه اضافه معلقه كده على لتر ميه، وبنمزق للحمام. طبعا لو انت عندك كميه حمام كبير بتحط على كل لتر معلقه صغيره، لو انت عندك مجموعه صغيره بتستعمل على لتر واحد وبرضو بتحط عليه معلقه، وبتقلب كويس وبتدي للحمام. العسل الاسود جميل جدا ومفيد، لانه بيزود السعرات الحراريه للحمام، وبيخلي وبيساعد على تدفئه الحمام. كده احنا الحمد لله بفضل الله نحاولنا نغطي موضوع الشتاء للحمام من كل جانب. واتمنى ان يكون الفيديو النهارده عجبكم، وان يكون في بعض المعلومات قدرت افيد بها حضراتكم، واني احبكم جميعا في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.